ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم فيديو جديد ومعكم قناة هيلب مي تو وين. واليوم طبعا زي ما طلب مني تطبيق باز بيديك عن الحالة الواحدة حوالي $0.5. وكنا عملنا مهمة على الاسبوع اوت جاكس وفتحت الجهاز بتاعي الشخصي اونلاين في الفيديو السابق وقلت لكم خطوات ازاي نعمل تاسك بمهمة ان تحصل على احالات من خلال منصة الاسبوع اوت جاكس. وكانت الحالة الواحدة ب 17 سنت وحطيت اللينكات على القناة بتاعتي بالنسبة الى الاحالات. وده قدامكم تطبيق اللي هو الباز، طبعا تطبيق باللغة العربية جميل جدا 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 شبيه بالفيسبوك، تمام. تطبيق لسه جديد وبيدفع للحالة الواحدة حوالي $0.5. وطبعا انت لو جيت طبعا هتقول طب انا عايز احصل على روابط الحاله الخاصه بيا، هتيجي بمنتهى السهوله والبساطه على تطبيق الباز على الاسم بتاعك. خلي بالك لازم تحط صوره شخصيه للاسم ولازم تبقى عامل تفاعل عشان تاخد فلوسك من هذه المنصه، يعني تعمل سبسكرايب لمجتمع مثلا على الباز، تمام، او جروبات مثلا زي جروبات فيسبوك ولكن هنا بنسميها مجتمع، تمام، سوسايتي على تطبيق الباز، ان بتعمل سبسكرايب للمجتمع ده او بتعمل لايك، تمام، او بتعمل شير للفيديو. انت بتيجي على الاسم بتاعك هتلاقي حاجه اسمها ادى اصدقاء واكسب اللي هو الاحاله، فهتلاقي طبعا انا معايا حاليا 5000 نقطه، تمام، وهتلاقي الكود الاحاله موجوده هو اللي هو 113 تي زي اكس، ده اللي انت بتعمله شير وبتخلي الناس طبعا اللي بتسجل من خلالك انها تدخل الكود ده وهي بتسجل جديد على تطبيق الباز. وبتيجي لو انت جيت على 5000 نقطه اللي فوق دول، 5000 نقطه يعادلوا حوالي $5، تمام. طبعا كل 50 بتدي يعد من الاول، ولكن خلي بالك الحاجه الجديده اللي تمت فيها هذه المنصه واللي احنا ناخد بالنا منها، عشان كده انا وقفت مؤقتا التاسك بتاعي على الاسبوع اوت جيكس وابتدي اكمله، ولكن انا هعدل التاسك بتاعي. ايوه هنعدل التاسك بتاعنا لان المنصه هنا عدلت. فالمنصه هنا في البدايه كان الاول ان اي واحد بيسجل على هذه المنصه انت بتاخد $0.5، ولكن الوقت الحالي هو عايز تفاعل. ولو جينا هنا دخلنا على الدعوات هتلاقي المدفوع اللي هو ناس سجلت من خلال الحاله بتاعتي، وهتلاقي قيد الانتظار. انا معايا دلوقتي 7 من منصه سبوت اوت جيكس مثلا زي طبعا الحسابات اللي قدامكم دي، محمد وام يوسف مثلا، ابراهيم، وحاجه اسمها باند جينت ان دي، وعزيز كذا. طبعا الاسامي دي طبعا مش عامله صوره شخصيه، ولكن انا قبلت المهمه بتاعتها على الاسبوع اوت جيكس لان ما طلبتش منك تفاعل في البوست بتاعي، وبالتالي ما ينفعش اطلب منك حاجه زياده، وبالتالي انا وقفت المهمه حتى نقوم بالتعديل مع بعض، وهقول لكم على التعديل في الفيديو. طبعا الناس دي انا مش هاخد فلوس من خلال الاحاله الا بعد 15 يوم زي ما كاتب كده قدامكم على الشاشه، سيتم ازاله المستخدمين الذين لا يتفاعلون، تمام، على تطبيق الباز. لو حد فيهم طبعا ان هو ما حصلش تفاعل هيتم حذف الاحاله بتاعته، وبالتالي انا بفقد القيمه اللي انا دفعتها سواء الاسبوع او جاكس سواء 17 سنت كتمن للمهمه، وبالتالي انا وقفت المهمه بتاعتي وابتدي انزلها، ولكن هتبقى فيها تمام بالنسبه للمهمه لازم يبقى فيها تفاعل، وبالتالي انا هنزل المهمه بتاعتي الجديده ان شاء الله بخلاف الاسماء الموجوده معايا قبل كده. خلاص اللي هيجي بعد كده واللي انت هتقوم بتعديله طبعا اسامي اللي هي قيد الانتظار، انا ابتدي اقول لهم ان انت هتقعد 5 ايام تعمل لايكات، وان شاء الله حتى كل يوم 5 لايكات لاي حد ما ايا كان، تمام. اول لما اسمك ينتقل من قيد الانتظار في البندج الى المدفوع ويبقى موجود في المدفوع يبقى كده اتقبلت المهمه. تعالوا مع بعض كده ننتقل الى الديسكتوب ونشوف هتتم ازاي وهنصيغها ازاي، وطبعا انا مش تنسوا اللي انا هسيب لكم الصيغه في صندوق الوصف حتى الكل يستفيد والكل يكسب، وطالما المنصه فاتحه للناس كلها انها تكسب عليها $0.5 على كل حاله، وبالتالي احنا نحب الناس كلها تكسب واحنا نكسب. طبعا تعالوا ننتقل الى الديسكتوب بتاعنا ونشوف هيتم الموضوع ده ازاي. فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعوده بعد الفاصل ومع منصه الاسبوع اوت جيكس، وانا اونلاين دلوقتي على الجهاز بتاعي. وطبعا زي ما وضحت في بدايه الفيديو التاسك اللي فات انا حصلنا على 10 من 100 وقفت المهمه خالص ونهيتها واديت فلوسها للناس، لان طبعا التعديل تم في تطبيق باز، لان تطبيق باز هو التطبيق اللي هيدفع ليا عن كل حاله حوالي $0.5، وانا هنا بدفع الحاله 17 سنت ولكن بيجوا لي $0.5 من الايام الثانيه بالاضافه للفلوس الخاصه بحوالي بالاسبوع اوت جيكس، يعني حوالي $7 كمان بيدفعهم زياده على اجمالي التاسكات كلها.
نيجي مع بعض كده نعدل ونعمل تاسك جديد. الناس اللي فاتها الفيديو اللي فات او ما فهمتش، اعتقد هتكون فهمت من الفيديو ده ان احنا هناخد لينك الاحاله بتاعنا او كود الاحاله بتاعنا من منصه تطبيق باز، وابتدي استخدمها ونحصل على سبسكرايبر من خلال منصه الاسبوع اوت جاكس. تمام، بعد كده واقول بوست جوب في البدايه، هيبتدي يفتح لي صفحه جديده بالشكل كده. بالشكل ده انا معايا حوالي 16 دولار. تمام، هاجي هنا وابتدي اقول الارب كانتري للدول العربية. خلاص كده الدنيا بتكون تمام. تمام، طبعا هيحط تكلفة عليا حوالي الدولار و18 سنت، وبعد كده مش هنستبعد حد هنا. لو انت مستبعد اي دولة عربية تستبعدها، استبعدها من هنا. تمام، ولكن خلينا نتجه بعد كده على كلمة ابلاي اند جو تو نيكست. تمام، بعد كده المهمة هي موبايل ابلكيشن هيتم تحميله، وبعد كده هبتدي اقول له داونلود زائد انستول، وبعد كده ابتدي اقول له ابلاي اند كود ذا نيكست، اذهب للتالي. بعد كده قال لك اديني تفاصيل المهمه، ايت اكيورتي اند سبيسيفيك جوب. لو فتحت المهمه اللي فاتت احنا كنا نزلناها، هنقوله اتجه الى اللينك ده. الخطوه الاولى هتبقى زي ما هي، ولكن هنضيف الجزء الخاص بالتفاعل. اذهب الى اللينك ده او قم بتحميل التطبيق من اللينك التالي. تمام، او اللينك السابق. هنتاكد ان اللينك بيكون شغال، هبتدي اقول له جو تو زي ما عملنا في الفيديو اللي فات بالظبط. كده اللينك بيكون شغال. انت حضرتك بتدخل على تطبيق الباز هنا من كلمة تطبيق باز، وبعد كده تمسح الكيو ار كود او تتجه الى جوجل بلاي اضغط عليها او الاب ستور او الاب جالوري. بعد كده احنا كده تمام، اللينك شغال معانا مفيش ادنى مشكلة. والخطوة التانية وان انت هتعمل تسطيب، ده شيء طبيعي جدا للتطبيق، وهتدخل كود الاحالة بتاعنا. طبعا الخطوة الاولى ستيب واحد هنا. تمام، هنوسع شوية كده، وطبعا الجوب تايتل انا حطيت الستيب واحد، هي خطأ مني، هتبقى هنا في ستيب 1 اللي هي جو تو لينك. اذهب لللينك ده. خلاص كده تمام، عدلتها. وهنا انستول ودخل كود انتر ذا كود فيرست، كود الاحالة اولا، ده في الخطوة التانية. وابتدي اوضحها له كده باللغة العربية، ناخدها كوبي. وبعد كده هنتجه هنا هندوس انتر، وهقول له قوم تحميل التطبيق وتسطيب التطبيق ثم ادخال رمز الدعوه قبل ادخال الايميل، وادي كود الحاله بتاعنا. وانا اديت له هنا مثال اكزامبل، اتاكد ان اللينك بيكون شغال لسه، لان طبعا مفيش تعديلات في التاسك اول لما بيتم اعتماده. هنا هو خلاص رمز الدعوة موجود اهو، وادي الكود بتاعنا خلاص خاص بينا. انتهت كده الدنيا بتكون تمام. الخطوة التانية انتهت كده بيكون تمام. بعد كده هتيجي الخطوة التالتة، يو ماست، انا بأكد له انتر سكود اند انتر يور ايميل، وبعد كده ساكس. طبعا بلاش موضوع الفيديو على القناة بتاعنا عشان موضوع السيو، كان احد الزملاء المتابعين للقناة نبهني ان انت متحطش فيديو تعليمي على خاص بيوتيوب، لان علشان السيو، لان ممكن طبعا جوجل ادسنس يقفل القناة، وبالتالي انا خدت بالي من الحتة دي وقعت فيها. طبعا انا بقول له الف شكر. هيجي هنا لاستيب رقم 3 وهقول له يو ماست انتر ذيس كود اند ذن انتر ايميل، وبعد كده ثانكس. قبل ما اقول بقى ثانكس، تمام، هنا طبعا هبتدي اوضح له بقى ان هو يجب ان يتم وضع صورة شخصية للبروفايل وعمل لايكات، يعني بحد ادنى اقل حاجة هنقوله 6 لايكات لأي أحد على التطبيق، أو تعمل اشتراك في مجتمعات، في مجتمعات. تمام، حتى يتم القبول، حتى يتم قبول الإحالة من تطبيق باز، ثم أقوم بالدفع عند
قبول الحالة، وشرط أساسي، شرط أساسي أن يكون هناك تفاعل على الأقل لمدة 3 أيام. بس كده، دي الجزئية اللي أنا حبيت أحطها. طبعا أنا شغال أونلاين، فمعلش يمكن الفيديو هيبقى طويل شوية. قلت له ماست انتر ذيس كود وان زين انتر يور ايميل، خلاص كده تمام. وقلت له لازم تحط صورة شخصية للبروفايل بتاعك، عمل لايكات بحد أدنى 6 لايكات لأي أحد على تطبيق أو اشتراك في مجتمعات حتى يتم قبول الحالة من تطبيق باز، ثم أقوم بالدفع عند قبول الحالة، وشرط أساسي أن يكون لك تفاعل على الأقل لمدة 3 أيام. تمام، 3 أيام ويفضل أقصى. أنا أقول لك ويفضل أو بلاش يفضل، يعني كفاية أوي 3 أيام، هو ده 3 أيام بحد أقصى. ده حاجة زيادة حطيناها في المهمة، بلاش موضوع الفيديو التعليمي ده. بعد كده طبعا أنا بدأت أنا أحط له تعليمات إضافية. التسجيل سهل جدا والمهمة تتعدى كذا. هبتدي إن احنا نصيغها تاني. بعد كده هنقول ثانكس، هقول شكرا. بعد كده هقول له فينيشت. بعد كده هقول له ثانكس، المهمة بتكون انتهت، فينيشت تاسك. بلاش من كلمة فينيشت، ملهاش لازمة. هاجي هنا على الاديشنال نوت. اول حاجة التسجيل، هقول له ان التسجيل، عفوا هقول له التسجيل سهل جدا، ولا تنسى ادخال كود الاحالة قبل ادخال الايميل. حاجة تانية هقول له ان قبول الحالة من تطبيق باز لابد من التفاعل يوميا بلايكات واشتراكات. تمام، وتتوقف حتى يتم قبول المهمة وحصولك على 17 سنت. توقف عن عمل اللايكات. تمام، حاجة ثالثة هقول له التفاعل مطلوب للحصول على أموالك، من الحصول على أموالك أو الحصول على التفاعل المطلوب والحصول على أموالك على قيمة المهمة. وهذا شرط أساسي. لا تحاول وضع إثباتات مزيفة، نحن هنا نعمل معا والمصلحة مشتركة حتى يستفيد الجميع. شكرا لكم. طبعا احنا هنا حطيت له كتعليمات مهمة جدا. قلت له تسجيل سهل قوي ومش تنسى تدخل كود الحالة. موضوع سهل وموضوع بيكون بسيط جدا جدا جدا. طبعا هنا وضحت ان لازم يكون في تفاعل، وممكن نضيف حاجة كمان هنا، قبول الحالة من تطبيق باز لابد من التفاعل يوميا
طبعا على الأقل هنضيف هنا جزئية، على الأقل 3 أيام، على الأقل 3 أيام، على الأقل 3 أيام بلايكات واشتراكات حتى يتم قبول المهمة وحصولك طبعا على 17 سيت. خلص كده تمام. خليها 5 أيام، خليها 5 أيام هنا كده تمام. هنبص هنا فوق، هنخليها 5 أيام كده الدنيا بتكون تمام. اعتقد كده الدنيا بتكون تمام. اذهب للينك ده وحمل اد كود وقم بالتحميل خلاص. والخطوه الثالثه وضحت له موضوع التفاعل لمده 5 ايام عشان تتقبل المهمه. تمام. وهنا وضحت له كمان في التعليمات في الاسفل اللي هو اديشنال نوتس، اما وضحت له في التعليمات يبقى كده الدنيا بتكون تمام. هنيجي بعد كده هيقول لك الاثبات، فزي ما عملت قبل كده في الاثبات هقول له يور نيم، اسمك ايه، اسمك ايه، ونوع النص ده هيكون تكست بروف تمام. والحاجة التانية هقول له صورة البروفايل، كوبي، واجي هنا وابتدي اقول له في البروف 2 صورة البروفايل اللي هي سكرين شوت يور بروفايل، وهنا هتبقى النظام سكرين شوت بروف. خلاص كده الدنيا بتكون تمام. يبقى احنا كده ظبطنا المهمة بتاعتنا خلاص. وبعد كده انزل للاسفل هقول له ابلاي اند جو تو ذا نيكست، اذهب للتالي. قال لك اكتب عنوان المهمه، نسينا نكتب عنوان المهمه. هنيجي هنا بمنتهى السهوله والبساطه نفس العنوان اللي احنا عملناه قبل كده، باز نازل هنا للاسفل اللي تحت كده وابتدي اقول له ابلاي اند جو تو ذا نيكست. بدا يفتح لي النافذه دي. طبعا هو اديك 25 واحد هيسجل مقابل طبعا تدفع حوالي المبلغ ده، احنا عايزين حوالي 90، قول 90 مثلا، والقيمة 17 سنت يعني حوالي 17 دولار. طبعا لو عملته ب 80 هيبقوا كام قد كده، هيبقوا بحوالي 15. طبعا احنا محتاجين 90 واحد لعمل المهمة دي، محتاجين حوالي 90، فالتسعين بحوالي 17 تمام دولار. هنا انا معايا دلوقتي 16 دولار، ويحتاج كمان 2 دولار، يبقى كده 19 و2 سنت. يبقى انا هنا محتاج قد ايه؟ انا هنا محتاج حوالي 2 دولار تمام وشوية. هبتدي ان احنا نعمل اداء دلوقتي من النقاط بتاعتنا الموجوده او من التاسكات اللي احنا عملناها على اسبوع اوت جيكس عشان نكمل ال 90 دول. طبعا دلوقتي اما طالب مني 17 دولار و2 سنت، حط عليهم 2 دولار كمان عشان نثبت المهمه بتاعتنا، يعني 19 و2. وانا معايا دلوقتي كام؟ انا معايا 16 37. هنطرحهم من بعض كده هيبقى انا محتاج دلوقتي حوالي 2 دولار، نحسبها كده بالآلة الحاسبة، 2 دولار 66. هاجي هنا بمنتهى السهولة والبساطة نفتح نافذة جديدة تمام للأسبوع أوت جيكس، وابتدي بتجي بعد كده إلى الوالت المحفظة بتاعتنا، وأجي لأسفل هنا وابتدي أعمل إيداع. هعمل أحول قد إيه؟ هنحول 2 دولار و67 سنت، وبعد كده ابتدي أقول له ترانسفير كده الفلوس اتحولت خلاص كده تمام. بعد كده هقول أوكي. بعد كده طبعا انا عامل 90 وب 17 سنت المهمه الواحده. بعد كده هبتدي اقول يوز ايرنت بالانس نو انف فاند، خلاص لا هنقول يوز الايرنت بالانس، واقول له ترانسفير حول المبلغ ده كده تحولت الفلوس خلاص. بعد كده تمام هتيجي للاسفل كده واقول له ابلاي اند جو تو ذا نيكست. بعد كده هيقول لك انت لو عايز تثبت المهمه بتاعتك هتدفع ابلاي في تاس اند سبميت، هتدفع ال2 دولار ونثبت المهمه بتاعتنا. هنا قال لك الاديشنال نوتس تو لارج، انت عامل ملاحظات كبيره جدا. لو جينا هنا
لو دوسنا باك وجينا هنا دوسنا باك، هنا قال لك دي جدا دي سهلة جدا، ممكن نشيل أول واحدة. نعدل شوية الصيغة. كوب الأحد من تطبيق بس لابد من التفاعل يومي على كل 5 أيام. بلاش دي وبلاش دي، ونقول له 1 ونقول له 2، شلنا أغلبها خلص كده تمام. نتجه طبعا للأسفل، قال لك عدلها، هقول له نكست خلاص. 90 كده تمام قوي، وبعد كده هقول له نكست مفيش أدنى مشكلة. وصلنا لهنا هقول له ابلاي في تاس وان سبميت اول دان باك تو باير بيج. كده قال لك كده الدنيا تمت خلاص، مهمة كده تمام تمام. داونلود وانستول نيو اب اونلي، تمام كده تمام قوي. وهنا كاتب ايه في وضع البندنج، هيتوافق عليها ان شاء الله من قبل احد المشرفين، وبعد كده بتنزل المهمه على طول. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل مهمه وازاي نعدل في المهمه من جهازي الشخصي وانا اونلاين معاكم. اتمنى اكون وضحت لكم كل شيء، انا بقى طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.